هاي، النهارده معايا لعبة فاميلي فار. بس هلعب فاميلي فار. روح حط لايك واشترك على القناة. نخلصهم بسرعة؟ نخلص البتاعة دي بسرعة؟ نخلصها بسرعة. لما احنا معانا نقود كده ملهاش أي 30 لازمة، نستغل النقود دي في أي حاجة وخلاص. ماشي اوكي. بتاع ده محتاج يلف. محتاج يلف. ماشي، كسبنا كابوريا. دلوقتي انا بيخطر في ذهني سؤال، يعني دلوقتي مثلا انا زارع بتنجان، كويس، زارع بتنجان. البتنجان ده بكام؟ سعر البتنجانية كام؟ زرعة البتنجان بكام؟ البتنجان بكام؟ تخش على الزراعة، البتنجان هتلاقيه في الآخر كده ب 740. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى الباذنجان ب 740. حلو قوي 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 قوي. بقول لك ان الباذنجان ده ب 740، لو زرعناه هيقعد 14 ساعه، هتكسب 765. طبعا 740 من 765 ال 40 50 60 50، يعني 25 في البتنجانيه الواحده، 25 في البتنجانيه. تمام، 25 في البتنجانيه. عايزين نفتكر الرقم ده. اوكي، نشيل البتنجان، 25 في البتنجانية. لسه فاكرين؟ لسه فاكرين فين البتنجان؟ بيقعد قد ايه البتنجان؟ اربع، لا طب ثانية واحدة عشان ايه. ماشي، هنكتب مثلا ايه، باذنجان، باذنجان. ماشي، لا بلاش باذنجان، بلاش باذنجان، نكتب بتنجان، بتنجان كده بالمصري. ماشي، مش باذنجان. احنا هنا بنكسب كام؟ بيكسب 25، بيكسب 25، مكسبه الربح بنزرعه ونشيله تبيعه تكسب 25 عملة في البتنجانية الواحدة. بس هو بيقعد 14 ساعة. بيقعد 14 ساعة ساغة. تمام. ايوه، انا عايز توصل لايه يعني؟ خليك معايا الاخر وخلاص، خليك معايا الاخر. مش انت عايز نعمل حلقه مزرعه؟ خليك بقى معايا الاخر بقى. انا فاتح حسابات النهارده، النهارده حلقه الحسابات. تمام. طيب ايه تاني من المنتجات دي، من المحاصيل دي، بيقعد 14 ساعه؟ صح كده؟ صح، البتنجان 14 ساعه. في حاجه تانيه بتقعد 14 ساعه؟ في 16. الفول بيقعد 14 ساعه بكام؟ الفول بكام؟ هقول لك، خش هنا. الفول، الفول ب 370، سعره 370. لما تزرعه وتبيعه برضه بيقعد 14 ساعة، بتكسب 383، يعني 70 80 13 بس، 13 بس. يبقى الفول بنكسب منه 13 بس، وبيقعد 14 ساعة برضه. ايه رأيك في هذا الافتراض؟ حد اخد باله من الموضوع ده؟ حتة جامدة، محدش خد باله منها قبل كده. بص هقول لك على حاجة، ده إن كان لا يحيلك بشيء، يعني ده إن كان بسيط بيمر عليك لا يحيلك بشيء، لا بس هو بيوحي بالعشوائية. يعني ده بيوحي بالعشوائية، لعبة قايمة على الإيه؟ يعني بركاوي، تمام؟ بركاوي كده، إيه ده بتنجان نكسب، نكسب خمسة، إيه ده فول نكسب، ماشية بالبركة كده، ملهاش حسبة معينة. يعني إزاي زرعة معينة بتقعد 14 ساعة بتكسبني 25، وزرعة تانية بتقعد 14 ساعة برضه بتكسبني 13؟ إزاي؟ أنت فاهم كويس ولا إيه؟ فاهم كويس؟ طب انت حاسبها بناء على ايه؟ على انه غالي؟ ها؟ هتقول لي يا عم ده البتنجان اغلى من الفول فعشان كده بيكسب اكتر. ماشي، البتنجان غالي صح كده؟ البتنجان غالي وبيكسب 25. حلو الكلام؟ بيكسب 25 اهو، تقلها لك اهو، اعملها لك بولد اهو، واحط لك تحتها خط. حلو كده؟ علشان ايه؟ عشان غالي، هو اغلى منتج.
هو اغلى منتج اللي هو البتنجان ب 720، في حاجه اغلى منه؟ تاني مفيش حاجه اغلى منه. نفس النظام اهو، مفيش. هو اغلى حاجه البتنجان 720، تمام؟ تمام. فعشان كده هو بيجيب يعني ربح كبير، حتى لو عدد الساعات هو هو مع منتج تاني رخيص، بس هو عشان غالي بيجيب 25. ماشي، نشوف منتج تاني كده، نشوف بيجيب ربح ولا لا. مثلا يعني ثمرة الحب، ثمرة الحب ب 210 بتجيب 236، يعني 10 20 30 36، يعني بيتكسب 26 بتكسب 26 من ثمرة الحب. بتكسب كام؟ 26. وبتقعد قد ايه وقت؟ 20 ساعة، صح؟ بتقعد 20 ساعة بس، بتكسب اكتر من الباذنجان، مع ان هي سعرها ارخص، يعني سعر ثمرة الحب ارخص بس بتكسب اكتر. هتقول لي يا عم بس هي بتقعد عدد ساعات اكتر، يعني هي بتقعد 20 ساعة، الباذنجان بيقعد 14 ساعة بس. ايوه، يعني هي بعدد الساعات ولا بالاسعار؟ يعني لو الثمرة غالية يبقى ربحها غالي، ولا لو بتقعد وقت طويل يبقى ربحها غالي؟ ارسلك على بر. محتاجين نشوف حاجة تانية برضو تبقى فيصل في هذه المسألة. عندك مثلا ممكن نبص مثلا على القرنبيط. مثلا القرنبيط ده ب 350 تكسب فيه 380، يعني تكسب فيه 30، يعني هنا معانا قرنبيط، القرنبيط، بلاش القرنبيط دي، نمشيها قرنبيط كده، قرنبيط وفي ايه؟ قرنبيط، تمام كده، تمام. قرنبيط الحب بكام؟ بيكسب 30، ربحه 30، بيقعد قد ايه؟ بيقعد 18 ساعة، تمام. يبقى ده بيكسب 30 وبيقعد 18 ساعة. طب انا دلوقتي محتار. طب ثواني كده بس، دلوقتي الفول ده احنا هنسميه فول الحب، ماشي؟ فول الحب، والبتنجان ده نسميه بتنجان الحب برضه، تمام. حلو كده، ماشي خلاص. بس نصغر البتنجان شويه بس كده، ماشي. طيب دلوقتي انا عايز افهم دلوقتي حاجه. هما بيحسبوها ازاي؟ البتنجان غالي، اغلى حاجه، بس بيكسب 25. طيب الحاجات التانية رخيصة في السعر، مش اغلى من البتنجان، بس بتكسب اكتر 30، يعني القرنبيط ده بيكسب 30. فانا دلوقتي مش فاهم، يعني هما بيحسبوا الربح بناء على ايه؟ بيحسبوا الربح بناء على ان الثمرة غالية فتاخد ربح اكتر، ولا بتقعد فترة طويلة 18 ساعة 20 ساعة فتاخد ربح اكتر؟ نشوف تاني. عندك مثلا البطاطا ب 115 بتكسب 135، يعني في ربح كام؟ 20. في ربح 20 و18 ساعه. يبقى احنا هنا برده معانا اهو البطاطا، ادي البطاطا بتجيب كام ربح؟ بتجيب ربح 20. البطاطا دي بتجيب ربح 20، بتقعد كام ساعه؟ 18 ساعه، تمام يا باشا. انا عايز افهم بقى دلوقتي انت بتحسبها ازاي؟ يعني القرنبيط بيجيب ربح 30 في 18 ساعة، البطاطا بتجيب ربح 20 بس برضه في 18 ساعة. من الآخر يعني أنا عايز أوصل له إن ده إن دل فإنه يدل على العشوائية والهبلولي، يعني لعبة ماشية بركاوي كده، أي سعر في أي سعر وخلاص، أي ربح في أي ربح وخلاص،
وبس. الموضوع مش الموضوع مش مدروس ونظامي بحت، الموضوع عشوائي. يعني ده بيقعد عدد ساعات اكتر بيجيب ربح قليل، ده غالي فبيجيب ربح عالي، بس ده رخيص بيجيب ربح اكتر. محدش فاهم، يعني محدش فاهم هما بيحسبوها ازاي، محدش فاهم هما بيحسبوها ازاي. حته انا الوقت اللي انا عايز اجمع فلوس كتير وعايز اعرف ايه اكتر نبات بيجيب ربح اكتر، هل لازم انقي اكتر نبات غالي ولا اكتر نبات بيقعد فتره اطول؟ ما انتش عارف. اكبر مثال على هذا الكلام البرسيم. البرسيم ب 18 تكسب 20، يعني تكسب عملتين في البرسيم. تعال كده شوف العشب، العشب بكام؟ ب 15 تكسب عملتين برضو، 17 ربح، مع ان العشب بيقعد ساعه، البرسيم بيقعد نص ساعه، والاثنين نفس النظام عملتين ربح. مش عارف، حاسس ان الموضوع عشوائي بحت، ملوش حسبة معينة او طريقة معينة الناس تمشي عليها بحيث ان هي ايه تبقى دارسة الموضوع تكسب من خلاله. يعني بيجي له سؤال كده دايما باستمرار، ان هو الناس الحاجة بتاعتها بتتعان فجأة، مبيعرفوش الحاجة موجودة فين. ده يعني برضو معلش حاجة في بالي فجأة، الناس بتعين الحاجة، بتدوس على الصندوق ده وبتخزن الحاجة بشكل يعني ايه بالغلط، بيخزنوا الحاجة بالغلط، مصنع، آلة، حيوان، بتاع، مبيبقوش عارفين يجيبوه منين. كل ما ارد على حد اقول له يا ابني بتيجي من المستودع، مخزن المستودع، اقول لي فين المستودع؟ فين المستودع؟ يا ابني في مستودع، مبنى اسمه المستودع. لا مش عارفين فين المستودع، المستودع فين؟ هو ده المستودع يا جماعه، المستودع هو ده، هذا المبنى المستودع. بيبقى متعان فيه ديكورات ومباني وحيوانات والات، وبيبقى فيه كل حاجه، هو ده المستودع. تقول له استخدام وتاخد حد، ده بيبقى مش متجمع، بتحتاج ان انت تكمله تبنيه، يعني مجرد ما تبنيه هيبقى تمام زي الفل. ده كده بالنسبة للمستودع. المستودع حاجة والحظيرة حاجة. يعني دي الحظيرة عبارة عن مش مبنى، الحظيرة دي مش مبنى، الحظيرة ده اختيار موجود تحته على الشمال، دي الحظيرة ايقونة على الشمال تحت. الحظيرة دي بيبقى فيها كل حاجة، تقدر تبيع منها كل حاجة. فأنا عايز أعرف دلوقتي إيه أكتر منتج عندي سعره غالي بحيث أشتغل عليه أعمل منه كتير وأجيب منه فلوس كتيرة، تمام؟ طب مزروعات نقول له بقى بحث، مثلا نقول له بالسعر مثلا بالعملات. اغلى زرعه الباذنجان، هو اغلى حاجه، هو اغلى حاجه. لو احنا بعنا الباذنجان مثلا يعني 2400 باذنجان بمليون و800 الف، وانا طبعا في حلقه قبل كده عملت 1000 بيرق باذنجان، فطبعا انا مش هعمل اللي انا مسقعه تاني، خلاص كفايه قوي كده، كفايه ان احنا مثلا ناخد مليون من الباذنجان ده. زهره البنفسج تعتبر ارخص شويه، تاني ارخص حاجه، وطبعا دي بتتزرع في الجزيره برضو. يعني كل الزهرات ما تعملش مليون. طيب عموما النباتات والمزروعات ما بتجيبش فلوس كتير. الاشجار اكتر حاجه بتجيب فلوس، شجر الخشب. بس طبعا شجر الخشب ده مهم جدا، انت مستحيل تبيعه، يعني انت بتحتاجه وبتستخدمه. طب الحيوانات، ريش مهرجان النحام الوردي، النحام ده، لا بجد النحام ده الريشه غاليه، الريشه ب 800، مش عارف انا ايه ريش النحام ده، ما علينا. المهم يعني في بقى بعد كده برضه دي منتجات الحيوانات. في بقى اللي هو العملاق الازرق ده، معرفش صدف صدف غالي، مش غالية قوي برضه، عايزين منتجات غالية شوية. في ممكن بقى الآلات، المظلة يا جدعان غالية جدا، المظلة غالية جدا، الواحدة ب 2900. يبقى المظلات أغلى حاجة، المظلات أغلى حاجة، تمام ماشي. وإيه ده؟ وبيتزا، يعني بعت كل الباذنجان اللي عندي ونسيت ان في حاجه اسمها بيتزا الباذنجان. يعني الباذنجانيه الواحده كان ممكن تجيب لي 1200. ماشي طيب، انا دلوقتي عايز اعرف المظلات دي ايه ظروفها. طب احنا نزرع باذنجان بسرعه، نزرع شويه باذنجان في السريع كده، في السريع، مش مشكله، معايا 1000، بس هنجيب بسرعه. ماشي يا باشا، آلة المظلات دي موجودة فين؟
قالت المظلات في المنتجع، في المنتجع ب 16 دينار. نشتريها؟ نشتريها، نشوف حكايتها ايه، بس نشوف حكايتها ايه، يعني محتاجة ايه، هتجيب حاجة بفلوس حلوة، نشوف. تعالى كده يا باشا، تعالى، مظلة عشب الماء محتاجة ايه يا ولاد اللعيبة؟ بص يا باشا، محتاجة ايه؟ حديد، محتاجة خام حديد، ومحتاجة قماش كتان وحشاش البحر. مظلة الكيوي محتاجة حديد وكيوي وقماش كتان. ماشي، نجيب قماش كتان، نجيب قماش الكتان. فين آلة القماش؟ أهي، قال يا عم آلة القماش، قماش كتان معانا يا عم، قماش كتان أهو، جبنا قماش كتان. نروح بقى كده لآلة المظلات، معانا أهو. طبعا هو هنا محتاج بقى ايه يا باشا؟ خام حديد. انا معيش غير 130 خام حديد، حديد قليل جدا، حديد قليل جدا. نعمل بقى 130 مظلة. فتح لي بقى مظلة الشمام ومظلة البطيخ ومش عارف ايه، بس محتاجة خام حديد، محتاجة خام حديد. يبقى قالت المظلات دي من ضمن الحاجات اللي بتجيب فلوس كتير اهي. الواحدة ب 2500، لو بعنا 170 واحدة يعني أقل من نص مليون بحاجة بسيطة، بس كقيمة مقابل سعر يعني، أو كعدد مقابل سعر حلو جدا يعني. اللي معاه آلة مظلة الكيوي دي يشتغل. ده الكيوي ده ببلاش يعني، ثمرة الكيوي، لباس القطني دوت بيتصنع مع اللي هو الكتان، يعمل لباس قطني. ما انتش محتاج غير خام الحديد، بالتالي خام الحديد هو اللي بيديله سعر، بيتهيألي. عايزين ثواني كده، ثواني 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 ثواني. انا كنت عايز اعمل ايه؟ كنت عايز اعمل آلة البيتزا، صح؟ البيتزا، آلة البيتزا. ادي يا عم آلة البيتزا، ادي آلة البيتزا. محتاجين بيتزا ايه؟ بيتزا بالبتنجان يا ولاد الله، بعيدة مش مفتوحة، ده عايزة 3 نجوم. اه تصدق، ماشي. البيتزا الفطر، الفطر غالي، في الفطر اغلى حاجه الفطر، بتهيألي المشروم اغلى حاجه، مع جبنه وطحين. طب استنى كده بقى، استنى كده، استنى عليا، استنى عليا، انا عامل طحين، طحين الدابوق، عملنا طحين دابوق وجبنه، نعمل جبنه. ادي يا عم الجبنه اهي، ماشي. نعمل 3000 جبنة. ادي يا عم الجبنة، ونلم الباذنجان دوت. حلو حلو. نروح بقى نعمل ايه؟ نعمل البيتزا، نعمل بيتزا الفطر اهو، نعمل 1000، نعمل 1000. ادي يا عم بيتزا الفطر اهو، نعمل 1000. الصلاة على النبي. تعالى كده بقى يا باشا، بص بصه، بص بصه بس. انا كنت بايع دلوقتي، بعت مظله الكيوي؟ لا لسه ما بعتهاش، ما بعتهاش. اوه مظله، المظله اللي انا كنت عاملها، عملنا مظلات، عملنا 170 مظله، جابت يعني 400,000، وكنت لسه عامل دلوقتي. اوه اهم، عملنا 1000 بيتزا بالفطر، 1000. بس في حاجه بقى، طلع ان الاناناس اغلى. ده ايه ده؟ الكوسه، الكوسه اغلى، واللي اغلى منها الاناناس، يعني الاناناس تعتبر اغلى بيتزا، الاناناس اغلى من بيتزا الفطر. انا بيتزا الفطر الواحده ب 672، الاناناس اغلى، الاناناس ب 700. يا ريتني كنت اشتغلت على الاناناس، مش مشكله. نشوف ال 1000 دول يجيبوا كام مثلا. معقول 1000 جابوا 672,000،
و120 مظله ولا 170 مظله، 120 مظله، جابوا اكتر من نص مليون، جابوا اقل من نص مليون بحاجه بسيطه. مش ممكن. بس بيتزا الاناناس اغلى، بيتزا الاناناس اغلى. طب ايه تاني غالي غير المظلات؟ المظلات دي محتاجه خام حديد، وطبعا بيتزا البتنجان عشان فيها بتنجان. سمكة الأسد الواحدة ب1100، الواحدة ب1100 غالية سمكة الأسد. ماشي نرجع تاني العملات، نخش على المطبخ. ولا 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 ده طبعا طبق، الطبق ب7000، ده الطبق ب3، ده الطبق ب4000 طبق، بس ده طبق بنجمة يعني، ده طبق هيشيل لك عبال ما تعمل. اوه طبق ب11000، طبق بطاطا مهروسة، الطبق ب11000 غالي جدا، طبق ب11000. طبعا التيجان التاج ب118 والقرن ب118، بعد كده بقى الحجر الاساس، حاجات العدة دي بقى، المفك ده طبعا، كل المعادن دي كلها غالية، كل المعادن دي غالية. كنت أحب إن التشغيل التلقائي يكون مسيطر على كل حاجة في اللعبة، كنت حابب كده بصراحة. محتاج أعمل أي حاجة، أي حاجة بأي عدد أعمله بتشغيل تلقائي. يعني مثلا عندي المطبخ ده ما ينفعش أطلع عدد معين بتشغيل تلقائي، لازم تعمل واحدة واحدة. يعني بتضيف العشب ده كده مثلا وتقول له تشغيل تلقائي، أهو تشغيل تلقائي، بعد تضيف تاني. فكنت حابب ان يبقى ليه يعني نظام زي دفعه انتاج كده، يعني زيه زي البتاع اللي تحت دوت اللي هو دفعه الانتاج، تحط اي حاجه بقى فيه بقى يطلع لي اي عدد انا عايزه. كنت حابب ان يكون التشغيل التلقائي مسيطر قوي على المساله دي. الاله بتاعت ورشه الخرده، ورشه النجاره، ورشه العده، تطلع لي عدد مفكات برضه انا عايزه. الموضوع ده كان هيبقى جامد جدا. انت متخيل مثلا عايز 1000 مفك، 1000 مفك تحطهم تشغيل تلقائي يطلع لك 1000 مفك. انت بتكلم مين يعني؟ مجرد يعني ورود، ورود هيا فلتكن جار، حاضر قبول. تمام يا شباب، بس كده، ده كان كل اللي عندي النهارده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش بقى اللايك، اشير، الكومنت، سبسكرايب، تفعل الجرس عشان الحلقه لاصحابك، وتستنى الحلقه اللي جايه. سلام.